وقفت كاميرا الراصد على تساؤلات المشاهدين بشأن الأسماء المعلنة في نتائج المفاضلة التعليمية، وكشفت في حوار مع عبد الله الملفي وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية والمشرف على المفاضلات الوظيفية للناس زعلانين منه عن عدم تدخل أيدي بشرية في عملية المفاضلة، وأكد أنها تعمل بشكل آلي بناء على الاحتياج والمعدل والأقدمية، وأن جميع الأسماء اللي خرجت تم فحصها بالكامل. منصور الطلحة في رصده الميداني خرجنا بهذا التقرير من داخل وزارة الخدمة المدنية ظهر اليوم. أثارت نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية التي أعلنتها مؤخرا وزارة الخدمة المدنية امتعاض الكثيرين من المواطنين بعد ورود أسماء عدد من الأخوات لأب وعائلة واحدة. برنامج الراصد تابع تساؤلات الناس حول حقيقة تكرار أسماء عائلات معينة في مفاضلة وظائف التعليم النسائية، وتوجه إلى وزارة الخدمة المدنية لنقل تلك التساؤلات وإيضاح وجهة نظرها. وزارة الخدمة المدنية نفت من جهتها تدخل أيدي بشرية في عملية المفاضلة، مؤكدة أنها تعمل بشكل آلي بناء على الاحتياج والمعدل والأقدمية، وأن جميع الأسماء التي خرجت تم فحصها بالكامل. المفاضلة لا يتدخل فيها بأيدي بشرية، قياس نتيجتها أو محسوبة لها 40% تأتي من مركز قياس اللي هو اختبار كفاءة المعلمين. الأقدمية أيضا الحد الأقصى 20 نقطة بحسب الأقدمية، وأيضا النسبة 40%. هناك برنامج آلي ومنظومة متكاملة تحسب هذه المعلومات بناء على المعطيات التي قدمتها الخريجة أو الخريج، وبناء على ما سبق أن طوبق في السنوات السابقة. اللي حصل مع الأسف أنه استحضرت هذه الأسماء وأسقطت على هذه المفاضلة الحالية كنوعا من يعني الإسقاطات، ما ندري، لا نعرف ما وراها. أما بالنسبة للأسماء التي خرجت فباستطاعتك وباستطاعة أي إنسان أن يتقدم إلى هذه الأسماء ويفحصها، وقد فحصناها اسم اسم عن طريق الأكثر من لجنة، معالي الوزير تأكد بنفسه، ولدينا الاستعداد والشجاعة والقدرة والشفافية بأن نعرضها، ولكن حفاظا على هذه الأسماء لا يمكن. وهذه عندي مجموعة من الأسماء فحصناها، تاريخ الأقدمية السليم، قياس لم نتدخل فيه جاء من قياس، العملية أيضا النسبة عالية جدا، وهذا كل ما في الأمر. وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الأسماء التي أعلنت مبدئية وأنه سيتم تدقيقها مرة أخرى عند تقدم المرشحات للوظائف، داعية جميع من لديه شكوك أو مظلمة التواصل معها. مرحلة الثانية والأخيرة، ولذلك المفاضلة التي أعلنت النسوية قيل مطابقة أو مفاضلة مبدئية، يراجعون الفروع، فروع الوزارة، وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها، الزملاء والزميلات يتأكدون من أن هذه المعلومات التي قدمت صحيحة، إذا كانت سليمة على بركة الله سبحانه عز وجل يستمر الشخص أو المتقدم أو المتقدمة أو المرشح والمرشحة على وضعه. إذا هناك أي معلومة سبق أن وثقت خطأ في مراحل سابقة سواء ساهمت فيها المتقدم والمتقدمة أو تكون سهوا، تعدل ويعاد الرن من جديد. إن استمر على وضعها واستمرت على وضعها خير وبركة، وإلا استبدل ودعي شخصا آخر أو مواطنة أخرى. أؤكد للمرة الألف بأنه لا يوجد أي نظام يمنع أي أقارب أي أخوات من الترشيح إذا كانوا يستحقونه، لأنه ليس من العدل أن هناك أختين مواطنتين متميزتين في تخصصين مختلفتين وقدموا في منطقة واحدة مختلفتين أو في منطقة واحدة إني أحرمها، ولا قد ينسحب على إن والله أنا ما أرقي الناس لأنهم اثنين إخوان ما يدخل الجامعة إلا واحد. أنا أتوقع أن مثل هالأمور يفترض أنه ننأى بأنفسنا عنها يعني. وزير الخدمة المدنية خالد العرج كشف للبرنامج أنه سيتم قريبا إعلان أسماء المرشحات بالمفاضلة النهائية، موضحا فيها تفاصيل المعدل وتاريخ التخرج ودرجة القياس. ما في أحد ياخذ له ربع نقطة زيادة. شوف، نهاية الأسبوع الجاي سيتم نشر جميع اللي حصلوا على الوظائف، مبين فيها متى تخرجت وكم حصلت على المعدل والمعدل الجامعي وكم حصلت من نقاط أيضا، وكذلك أيضا اختبار القياس. يشار إلى أن عدد الوظائف التعليمية النسائية لرياض الأطفال التي تم الإعلان عنها حوالي 5000 وظيفة، تقدم لها أكثر من 160 ألف مواطنة. منصور الطلحة أيضا وقف في الوزارة
وحضر حوار الوزير الخدمة المدنية مع عدد من المواطنين المراجعين لتعديل أوضاعهم بعد إعلان نتائج المفاضلة التعليمية. خلونا نشوف الحوار ونرجع نكمل. الآن الأخ هذا تفضل عنده وجهة نظر على موضوع بعض الأسامي اللي يعني طلعت من عائلة واحدة. الحين أعطني الملف لو سمح، وأيضا راح أشوف المعدل الجامعي. طيب أعطني الفرق النقاط، أبغى فرق النقاط هذا عشان أنا بشوف زوجتي أنا. هذا ملف كامل. في بنات أقل من زوجتي تعيينه. مستح أبدا ما يحصل أي شيء. أعطني زوجتك ونجيب لك الحين نقاطها. أعطني زوجتك. جيب. زوجتي زلها 4 سنين. الرجل هناك زوجته زلها 10 سنين. اسمح لي. الثاني 5 سنين. وأنا أنا 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 بنت أختي صار لها 5 سنوات ومعاقة وعندها 4 دبلومات ما حصلت على شيء. النظام نظام. عندي اعتراض على المسائل هذه التعيينات وهذا، ربما النقاط تكون مقننة وكل شيء، لكن المسألة إنه بناتنا يدرسوا لمدة طويلة ويتخرجوا من الجامعات، من حقي كمواطن أني أنا ألاقي وظيفة. تمام، أنا ما أطالب أنك أنت توظفني في التعليم بالذات أو أنه تكون مدرسة بالذات، لا، أي وظيفة تستحدث وظائف جديدة. إحنا عندنا يحكمنا عرف، بناتنا ما نقدر نوظفهم في محلات مثلا، هم يحتاجون وظيفة وإحنا نواكب التطور الآن. فالمسألة المفروض أنها تستحدث وظائف جديدة للبنات الخريجات بكالوريوس، يعني شهادة ما هي بسيطة، كمان المفروض أن يكون في وظائف لهم. بس هذه نقطتي. أنا كل أمل فيكم أنكم أنتم تقدمون أنا هذه الخدمة، بما أنكم أنتم الجهة المخولة لهذا الشيء. أول شيء، كثير من الوظائف تستحدث سنويا، ولكن العدد ما شاء الله كل ما لو يزيد. هاي واحدة. هناك متطلبات لأي بنت أو رجل للحصول على الوظيفة، أنه تجتاز اختبار قياس، وكثير بعضهم ما يجتاز، فلذلك أيضا ما أعطى له فرصة. عندنا منظومة جدارة واضحة، 20% على الأقدمية، 40% على المعدل، و40% أيضا على اختبار قياس. اللي حصل يحصل على الوظائف، الوظائف تحصل، بس في ناس يشرطون حتى الأماكن. فما معقولة الجميع يبقى المناطق الكبيرة، معناه ما حد يروح المناطق الصغيرة. يعني هم هذا حرام يا مال العافية. فلذلك يعني أنا أقول المفروض تكون هناك مرونة، وحتى القديمات الآن هناك أيضا نية في إعادة تأهيل بحيث أنه يعطون فرصة أفضل. ولا أشكرك سعادة الوزير المالية على حسن استقبالك لنا، وإحنا صراحة جينا زعلانين ولما سمعنا حديثك ووضحت لنا كل النقاط. صراحة أنا برجع وأنا يعني مرتاح ومرتضي، لأن تعرف إنه 5 سنوات ما هي بسيطة. الواحد إنه يدرس ويتخرج ويجيب معدل عالي ثم في النهاية يدخل المفاضلة وعاد يحصل اللي حصل، عاد سوان الله. بس يا طويل العمر إحنا نود إنك يعني أنا ما يحتاج إنها يعني توظف في دائرة حكومية، يعني لو مدارس الخاصة، يعني عندنا هنا ما في، يعني أنا أقدم لها أكثر من مدارس خاصة ما يعطون. 3 سنوات عاطلة، حتى بديل ما في بديل لها. يعني أنا أرفض أنها تروح تشتغل في أسواق أو في محلات شو اسمه اختلاط أو في بنوك، تجيها عروض من بنوك، أنا ما أرفض، لأن عندنا عرض بعدين معدلها عالي. يعني حتى الآن يا سعادة وزير المالية، والله العظيم قسم بالله أنها جت قدمت لها على ماجستير رفضت، تقول ليش أدرس 2 سنين ثم أرجع ما تعين. يعني فقدت الأمل بعد 3 سنوات. خرجت من جامعة النورة علم نفس معدل عالي، معرفة الشرف الأولى، مجتازة كله تخصصي أو عام في القياس، مجتازة كل شيء. دخلت مفاضلة عام 35 عطوها 65. واضح. شوف، في شيء جيد أنك لك رغبة أنه تتجه إلى أنه تشتغل في المدارس الخاصة. أنا في اعتقادي في فرص في المدارس الخاصة، وإذا تبي حتى يمكن حتى عندنا مكتب صندوق الموارد البشرية هنا نشوف لك إذا في أي حاجة مناسبة بالمنطقة اللي تبقاها. في القطاع الخاص أعتقد متوفرة، فأترك الموضوع لنا. هاتفيا من الرياض المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أستاذ مبارك العصيمي. أهلا أخوي مبارك. هلا بك عبد الله، أهلا وسهلا. لو سألتك بس باختصار، وش دور وزارة التعليم في المفاضلة التعليمية الآن اللي قاعدين كثير من الناس يسألون عنها؟ الحقيقة عبد الله أنا سمعت الحديث
أخوان ليس هناك ما يمكن نضيف الواحد لما ذكروه، هم ذكروا تفاصيل كثيرة حقيقة في هذا الموضوع، ووعدوا أيضا بأنه أنهم سينشروا ما لديهم أيضا بشفافية واضحة. طبعا دور وزارة التعليم يبدأ بتحديد احتياجاتها من التخصصات ومن الأعداد أيضا، فترفع إلى وزارة الخدمة المدنية بأرقام وتخصصات. تعرف أن البوابة الأولى لدخول المجال الوظيفي في أي جهة مدنية في الدولة هو بوابة الإدارة، يعني وهي المعايير الأولى. صحيح. الخطوة الأولى هذه الأسماء يتم اختيارها من قبل الأخوة في وزارة الخدمة المدنية وفق الضوابط والمعايير والتخصصات التي تطلبها وزارة التعليم كل جهة. طيب. فيتم اختيارهم من القائم، من قوائم الانتظار الموجودة لديهم المتقدمين وفق الأولوية وفق المعايير التي تحدثوا عنها هم قبل قليل وأشاروا إليها، ثم ترسل لنا. طبعا وزارة التعليم تبدأ خطواتها بعدما تأتيها هذه القوائم، بعدما تطبق. طبعا عندما الخطوة الأولى يطبقوا بياناتهم وتخصصاتهم والجامعات التي تخرجوا منها ومعادلات المؤهلات إذا كان هناك معادلات، ثم تبدأ وزارة التعليم بالخطوة اللاحقة. وزارة التعليم تبدأ بتحويلهم إلى إدارات التعليم التي عينوا فيها. صحيح. وتبدأ إدارات التعليم بعمل المقابلات لهم. طيب. وصلاحياتهم كمعلمين. وعندما تكتمل وفحوصاتهم الطبية ويعني هذه الإجراءات المعروفة روتينية، ثم بعدها تصدر وزارة التعليم قرارات توظيف لهؤلاء. من تخلف عن هذه الإجراءات أو ظهر لديه مشكلة لا تؤهله أن يكون معلما، يرفع به باستبدالهم من جهة وزارة الخدمة المدنية ومن القائمة لديهم، ويتم استبداله وفق أيضا معايير معينة لديهم. طيب أبو يزيد شكرا لك ويعطيك العافية، وضحت الصورة، ودائما نشكر لك تعاونك معنا، ألف شكر أبو يزيد. ينضم لي المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ حمد المنيف. أهلا أستاذ حمد. أستاذ حمد حياك الله، حيا حبيبنا. يعطيك العافية، ترى احنا طلبناك في رمضان ولا جيت معنا، وطلبناك مرتين في رمضان ولا طلعت معنا. أرجو أن ما يكون الوزير أسهل، يعني نحصل عليه أسهل منك. أتمنى يكون هالشيء. أنا معك قلبا طيب. وقالبا، وبالعكس. طيب. كلنا في خدمة الوطن. طيب. أنا بسألك أستاذي حمد، بسألك أسئلة الناس اللي جتنا حنا، وأغلبها يعني من أول رمضان وإحنا نبي نسألك إياها. أنا بسألك عن واحدة اسمها حصة، تقول يعني نثق بالوزير العرج وتخيل، لكن نبغى إنصاف من وزارة الخدمة المدنية للطلاب المفاضلة التعليمية. في البداية أحب أن أشير أن الزملاء في الوزارة تقبل صباح اليوم فريق الإخبارية، وذلك حسب طرقكم مع الأخ منصور، تم التجاوب مع استفساراتكم من قبل معالي الوزير وسعادة وكيل وزارة الشؤون التنفيذية. صحيح. وأرى أن ما ذكر كان فيه إيضاح كافي. طيب. والوزارة بإذن الله ستعلن بعد انتهاء المطابقة النهائية الأسبوع القادم نتائج الترشيح النهائي، موضح فيها كافة تفاصيل عناصر المفاضلة من المعدل ونقاطها وقياس ونقاطها والأقزمية. طيب ليش في مشاكل أستاذي؟ طيب. ليش الناس تتكلم؟ لا يمكن تكون يعني نار من غير ما في أحد قاعد يعني يوقد هالنار ويقول للناس انه لا في واسطات وفي مدري، نبي منكم رد على هالموضوع. احب ان اشير عزيزي انه لا يمكن حرمان اي مواطن او مواطنه في من حقه في التوظيف بسبب تعيين احد اقاربه. الفيصل في ذلك توفر شروط شغل الوظيفه وحقيته في التعيين موجب نقاط عناصر المفاضله والرغبات المكانيه من المقر والمرحله التعليميه، ويمكن لكل متقدمه بعد الاعلان النهائي واللي ان شاء الله كما اعلن الوزير انه راح يكون ان شاء الله الاسبوع القادم الدخول على حسابها لمعرفة يعني كافة تفاصيل نقاطها مقارنة بمن رشحت على الرغبات المكانية التي اختارتها. وانتم يا شيخنا حياكم الله، يعني من طرق الشفافية والوضوح اللي تنتجها الوزارة واحدة من مبادئها الأساسية، ندعوكم الأسبوع القادم إذا رغبتم في زيارتنا بعد انتهاء المطابقة النهائية أو إذا رغبتم تزويدكم بملف إكسل في كافة تفاصيل نقاط المفاضلة. طيب. المتقدمات على الإعلان التعليمي. طيب أنا عندي سؤال أبيك تجاوبني عليه، يعني في 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 واحدة من المتابعات تقول وش سبب استبعاد خريجات الرياضيات تربويات معدلهم عالي وأولوية قياس عالية وأقدمية واستبعادهم صار بدون مبرر. لا بالعكس، حسب نقاط المطالبة ظهور إن شاء الله النتائج الأسبوع القادم فيها كافة تفاصيل عناصر المفاضلة من المعدل ونقاطها وقياس والأقدمية ونقاطها
راح توضح لهم ذلك اللي تم ترشيحهم هم الافضل على المستوى المتقدمات في الاعلان الثاني. استاذ حمد يعني نقول الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي متى اي يوم يكون؟ بتنتهي التقديم طبعا اللي هو راح ينتهي اللي هو المطابقه يوم الثلاثاء. اي على نهايه الاسبوع القادم ممكن يكون الاعلان. طيب وراح يتم تزويدكم، تزويد الزملاء بالاخبار اذا رغبتم. اي راغبين اكيد ملف اكسل، بالعكس احنا معكم قلب الموضوع وما عندنا شيء يعني تطبيق نزودكم ملف اكسل في كافه نقاط المفاضله، علما بان الوزاره تزود جميع وسائل الاعلام بنتائج الترشيح فيها جدول للنقاط المفاضله للمتقدمات على الاعلان. يعني استاذ حمد عشان اكون بالصوره زين، الان بيعلن زي ما تقول جدول، بيقال انه هذا فلان اخذ كذا نقاطه وكذا. نعم في نقاط كامل يعني كافه تفاصيل عناصر المفاضله، المعدل ونقاطها، قياس ونقاطها، والأقلمية ونقاطها، مقارنة بمن رشحت بالترشيح كامل، النقاط تطلع للجميع. تصدق أستاذ حمد؟ تصدق أستاذ حمد لو من أول يعني كان وقفنا كل هالإشاعات أو هالكلام اللي قاعد يطلع يمين ويسار، لكن وصلته خير. حتى في بعض التويتر استخدموا يعني بعض الأسماء القديمة عام 1432 وبعضها ما لها علاقة ب الخدمة المدنية. طيب. لأنهم كانت فرصة لهم أنهم يعني يستخدمونها في ذلك. طيب حنا بنكون معكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وبنتواصل معك بحيث نكون بالصورة لحظة بلحظة ونحط الناس في صورة اللي صاير عندكم، لأنه هذا يهم يعني عدد كبير جدا من الخريجين والخريجات. أرجو أنكم يعني تكملون معنا لين نقفل هالملف مع بعض. ألو أستاذ حمد، شكرا لك، يعطيك العافية أستاذ حمد، احنا بنكون معكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.